بجانب التطور في العمران والبنى التحتية، تشهد إمارة الفجيرة جنبا إلى جنب انتشار الرقعة الخضراء، خاصة التجميلية منها زهور وأشجار وشجيرات وتشكيلات هندسية منتشرة في كل أنحاء رئة الإمارات. ابتدينا في وضع الخطط لمنطقة الطويين والسيجي، وإن شاء الله أن هاي الموضوع بنحاول نعممه على كل المناطق. طبعا مدينة محمد بن زايد وردي التخطيط فيها كامل متكامل بين مدارس وحدائق ومساجد. فإحنا القضية مثل ما قلت قضية الماء، يعني توفر الماء بس في هذه الأماكن إن شاء الله بتكون في كثير من حدائق كمتنفس للمواطنين. يهدف بسط اللون الأخضر إلى تحقيق معدلات مرتفعة من الإنجازات الزراعية وتوسيع المساحات الخضراء، وذلك عبر الارتفاع الملحوظ والمتنامي في أعداد الأشجار المثمرة والأشجار الغابية والزهور، الأمر الذي أعطى مزيدا من الإصرار على تحقيق كثير من الإنجازات الزراعية الناجحة. الحمد لله، الله يطول عمر حكومتنا ويخليهم جميع صحتهم وعافيتهم، ما قصروا. هاي كان البلد نضب هاي من نبا كان جبل حق القيمة حق اللي يسويها، الحين ما شاء الله صارت مدينة، من سواها؟ الله يطول أعمارهم ويخليهم، هم اللي قاموا وإحنا سبعنا ما نجمهم. يذكر أن العمل على توسيع الرقعة الخضراء صار نهجا مؤسسيا ومجتمعيا يدخل ضمن الاهتمامات المباشرة للحكومة الرشيدة، والتي تشكل ركيزة منهجية في منظومة التخطيط الاستراتيجي لنشر المسطحات الخضراء في دولة الإمارات. تعمل بلدية الفجيرة على نشر الرقعة الخضراء على جوانب الطرق والأحياء، وذلك وفق منهجية مدروسة فيما ينسجم مع متطلبات السكان لتوفير الراحة والاستمتاع بالطبيعة لسكان الإمارة وزوارها. حسين الطنيجي، لعلوم الدار، الفجيره.